طيب الحلوين، كان يا مكان كان في زمان بنت من البنات عاشت في الدنيا من غير ام ومن غير اب، وانتعبت قد ما تعبت تتحمل وتقول يا رب. في مره من ذات المرات قابلها راجل عجوز، والراجل العجوز ده ايه، شاف البنت قامت صعبت عليه، اخدها تعيش في بيته تشرب من ميته وتاكل من اكلته. وفي ليله من ذات الليالي الراجل العجوز قال لها هتفوت ليلتين، وفي تالت ليله هسيبك واسافر في رحله طويله، هعلمك كتير واطلب منك طلب واحد، ان سمعت كلام حرب عنك طول ايامي، لكن لو ما سمعتيش كلامي تنزل عليكي لعنتي، ولو لعنتك في دنيتي يبقى يا ويلك ويبقى يا ظلام ليلك. اهو ده الكلام اللي قاله عمنا العجوز. في اول يوم علمها ازاي تجيب اكلتها، في تاني يوم علمها ازاي تجيب ميتها، في تالت يوم طلب منها الطلب وقال لها اللي يكلمك ايه ما يكلمك حسك عينك ترد عليه، الا لو قالك وراس ابوكي اللي علمك تجيب الاكل والميه ردي علي. اللي يقولي كده ردي عليه، واللي ما يقولش اياكي اياكي تكلميه. والرجل العجوز في ثالث ليله ساب البنت لوحدها وسافر في رحلته الطويله. البنت كل يوم كانت تجيب اكلتها، عارفين ازاي؟ كانت تقول تعالي يا نار الحطب، تجيلها نار الحطب، وتعالي يا ابره، وكانت تجيلها الابره، وتعالي يا خزين البيت انزل في الزيت، كان يجيلها خزين البيت ينزل في الزيت، والبنت تاكل اكلتها. عم العجوز علمها كده. والبنت كانت كل يوم بتجيب ميتها، عارفين ازاي؟ كانت تقول للحبل شيل الجردل الكبير، والحبل كان يشيل الجردل الكبير، وتقول للجردل انزل في البير، والجردل كان ينزل في البير، والحبل والجردل كان يجيبوا لها الميه ولو كانوا في اخر الدنيا. عم العجوز كان علمها كده. غاب العجوز في السفر قد ما غاب، وفي يوم من الايام كان الامير فايت خبط على الباب. البنت فتحت له، الامير قال لها طلعت من بدري اصطاد واجري، بعدت عن قصري، ويا ريت يا ريت الاقي عندك لقمه تاكلني. البنت كان نفسها ترد على الامير، لكن ده العجوز قايل لها اللي يكلمك ايه ما يكلمك حست عينك تردي عليه، الا لو قالك وراس ابوكي اللي علمك تجيب الاكل والميه ردي عليا. والامير ما قالش يبقى خلاص تجيب له الاكل والميه ولا تنطقش. والبنت بعدت بعيد وقالت تعالى يا نار الحطب، وتعالى يا ابره، وتعالى يا خزين البيت انزل في الزيت واعملوا الاكل للامير. والاكله لما اتعملت البنت اخذتها وشالتها وحطتها قدام الامير، واكل الامير. بعد شويه الامير طلب الميه. البنت بعدت بعيد وقالت للحب شيل الجردل الكبير، وقالت للجردل انزل في البير، والحبل والجردل جابوا الميه وادتها للامير وشرب الامير. بس الامير كان مستغرب، هي البنت مش بترد ليه عليه؟ حكايتها ايه؟ الامير اخذ البنت معاه في القصر، جاب لها كل الاطباء، وكل الاطباء قالوا له البنت بتعرف تتكلم. والامير استغرب وقال الله، طب ولما هي بتتكلم مش راضيه ترد عليا ليه؟ فاول يوم الامير قال لها ردي عليا وانا اديلك فضه قد الدنيا، بس البنت ما ردتش. في ثاني يوم الامير قال لها ردي عليا وانا اديلك ذهب قد الدنيا، بس البنت ما ردتش. في ثالث يوم الامير قال لها لو ما ردتيش عليا احبسك في سباب واقفل عليكي الف باب وباب، وكل باب عليه حارس من الحراس، وابعدك عن كل الناس. والبنت برضه ما ردتش. زعل منها الامير قد ايه؟ في الحقيقه كتير. والامير حط البنت في سرداب قفل عليها الف باب وباب،
وعمل على كل باب حارس من الحراس وبعدها عن كل الناس. وفي عز برد الليل 1000 حارس ناموا الا حارس واحد ما جالوش نوم، كان بيفكر يا ترى البنت المسكينه دي عامله ايه، ما عندهاش لقمه هتاكل ايه، ما عندهاش ميه هتشرب ايه، ما عندهاش فرشه هتنام في البرد ده على ايه. والحارس قال اهو كله عند ربنا، هروح للبنت المسكينه اقسم معاها لقمتي واقسم معاها ميتي واديها غطايا فرشتي، واللي عند الناس لو راح اهو اللي عند ربنا ما بيروحش. والحارس مشي راح للبنت يقسم معاها لقمته وميته ويديها غطاه وفرشته. وما الحارس قرب من اخر باب في السرداب سمع الحارس عجب، شاف الحارس عجب، شاف البنت بتقول يا نار الحطب تعال يا قدرة وتعال يا خليني البيت انزل في الزيت واعمل لي اكلتي. والحارس شافهم بيعمل لها اكلتها، استغرب الحارس، والحارس استغرب اكتر لما شاف البنت بتقول للحبل شيل الجردل الكبير، وشافها بتقول للجردل انزل في البير، وبعد شوية جه الحبل والجردل انما من غير مية. البنت قالت للجردل ما جبتليش المية ليه، الجردل قال لها نزلت البير وجبت مية كتير بس وانا جاي ماشي ضربني الحبل قمت وقعت وفقعتي راحت مني كل ميتي.